بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من وجهة نظر. اليوم بدنا نبدأ في موضوع بجوز شوي خارج إطار المنطقة، لكنه احنا في المنطقة العربية بشكل كبير وملفت للانتباه بمجموعة أرقامه في تقرير للمعهد الدولي لأبحاث السلام البريطاني صدر في شهر شباط الماضي، يعني قبل يعني فترة وجيزة في شهر 2. هذا التقرير بتحدث فيه عن موضوع صادرات الأسلحة في العالم وحركة السلاح في العالم. احنا العالم العربي طبعا لو بنحكي عن تطوير تكنولوجيا، لو بنحكيها بجوز احنا نكون او بحث علمي، بجوز نكون احنا بالعالم العربي من الدول غير المعنية كثيرا بهذا الموضوع. لكن لما بكون الحديث عن أسلحة وأسلحة ثقيلة، اكيد احنا الدول الاكثر اهتماما والاكثر انغماسا في هذا الموضوع، وبخاصة انه احنا بنعيش في فترات الدم العربي من سنوات، اضافة للتسليح الاعتيادي اللي من الدول. بس إذا توقفت أنا وياكم على الأرقام اللي بتتحدث عن الفترة بين 2012 ل 2016، لفترة الربيع، ما يسمى بالربيع العربي بتحديدا فترة الأسلحة، التقرير بيحكي أنه في نمو كبير في عمليات في مبيعات السلاح في العالم من فترة 2012 ل 2016. آسيا اللي احنا جزء منها بالعالم العربي، طبعا جزء يعني مهم في العالم العربي، بقول لك تحتل صدارة الترتيب الدولي. بتستورد آسيا من السلاح 43% من واردات السلاح العالمي، يعني فقط قارة آسيا بتأخذ 43% من هذه الصادرات. طبعا آسيا مش احنا لحنا العرب، بمعنى عندنا كوريا الشمالية، عندنا الكوريا الجنوبية، في دول كثير، لكن هذا الرقم الاستيراد. طبعا لما بتشوف دول بتستورد معناته في دول بتصدر، وهذا موضوع ثاني بنجيب السياق بعد شوي. الشرق الأوسط اللي احنا منه والخليج العربي من 43% هو كمان صادرات، يستورد حوالي 29%، يعني حوالي 30% من واردات السلاح او من استيراد السلاح هو بتم عندنا هون بالشرق الأوسط وهو منطقة الخليج. يعني وهي نسبة عالية، يعني ثلث السلاح اللي يباع في العالم احنا بنشتريه في الشرق الأوسط والخليج. يعني هذه المنطقة بتستورد ثلث ما يباع من السلاح في العالم، رغم انه احنا ما في عندنا دول عظمى هون، ما في عندنا دول وما عندنا حروب خارجية كبيرة، لكن تخيل الرقم. طبعا هذا لما يتبلور لمصاري بعدين لأموال قديش نباع، بتكون الأرقام كبيرة كثير. بنفس الوقت نطلع على أوروبا على سبيل المثال، اللي هي من اللي هي جزء كبير منها بحلف الناتو، وجزء كبير منها قريبة لروسيا ودول كبرى وعندها تسليح. أوروبا تراجعت وارداتها من السلاح لتصل إلى 22%، يعني كانت أوروبا تستورد فقط 22%. طبعا أوروبا مساحاتها أكبر بكثير من العالم العربي ومن منطقة الخليج والشرق الأوسط، لكن إحنا بنستورد في هذه المنطقة الشرق الأوسط والخليج بنستورد حوالي 30% من واردات السلاح في العالم. أكثر الناس بوردوا أسلحة بالعالم، أمريكا وفرنسا تزودان الشرق الأوسط بالحصة الأكبر من الأسلحة، هذول البلدين بشكل كبير. الصين وروسيا في نفس الوقت هم من أكبر مزودي السلاح لآسيا كمان بنفس الوقت. يعني مثلا أمريكا الأول، أول شيء في صدارة الدول اللي بتصدر سلاح هي أمريكا، وترتيبها بتصدر حوالي 33% من السلاح المصدر هو من الولايات المتحدة. تيجي بعدها بالمرتبة الثانية روسيا، بتصدر 23% من السلاح في العالم. الصين بتصدر 6.2%، وفرنسا بتصدر 6%. طبعا بنفس الوقت لما بنحكي عن السلاح، هذا السلاح لما بتستورد دول، صحيح في دول بتخزنه بتعمل فيه، عندها بنية تحتية او بتبني جيوش، تبني ترسانات، لكن انا وياكم بدنا نتخيل في خلال الست سنوات الاخيرة في المنطقة، ما بدنا نروح بعيد، خلينا نتفرج مثلا على سوريا وعلى العراق وعلى ليبيا على مصر على حتى المناطق اللي ما فيها، يعني خلينا نقول دم لكن فيها توتر، اليمن. شوفوا كم أطلق من الرصاص ومن القذائف ومن الطيران طار خلال هذه الست سنوات في العالم العربي. تخيل يعني لما بتطلع على الأرقام اللي أنفقت على التسليح، وقديش احنا بنشوف كم طلع الطيران طلعت في المنطقة العربية اللي احنا فيها، قديش التكلفة بالمليارات، وقديش التكلفة اللي أنفقت عربيا، لأنه اللي
لما طب صحيح في مساعدات تتقدم من دول وفي تأجيج للنار، لكن الولايات المتحدة اللي هي اليوم اللي هي كانت راعية للربيع العربي وكانت راعية لتنظيمات شعبية وإلى آخره والديمقراطية وإلى آخره، لكن هي المصدر الأول للسلاح. بتشوفوا عجلة الفوضى اللي بالعالم وعجلة الدم اللي بالعالم، دائما كل قطرة دم في تاجر سلاح في مصنع سلاح قاعد بيصدر لها سلاح مشان تسيل قطر الدم، ما رأي تكون لحالة يعني، مش بالقلم الناس قلم بجرح ولا بشرد ولا بيطلع ملايين القتلى من وراء هذه، من وراء القلم ولا من وراء ماكينة تحليل علمي ولا من بحث علمي، بتطلع من السلاح. فتخيل انه وراء كل قتيل وراء كل شهيد وراء كل ضحية من الضحايا في تاجر سلاح وفي عمولة وفي تجار سلاح وفي مصانع سلاح، اللي هم بالآخر لما بنحكي عن 30% من السلاح اللي بالعالم انباع، هو انباع للشرق الأوسط ومنطقة الخليج، تخيل قديش هذا المال اللي أهدر. لكن بنفس الوقت حتى لو أهدر المال وتخبت الأسلحة أقل بلا، لكن لما تشوف قديش مقابلها راحت دول وراحت راح في ناس. اليوم لما قبل سنوات على قلب جود بذكر بال 2014-2015 بعض التقارير الدولية كانت تحكي عن سوريا مثلا إنها بحاجة ل 37 سنة من التنمية، يعني لو اليوم وقفت الحرب في سوريا وقرروا يبدوا التنمية في سوريا ويرجعوها بدها 37 سنة حتى ترجع زي ما كانت بال 2011. تخيل يعني احنا طبعا من ال 2000 في 3 سنوات من الدم والموت والطيران والقصف هذول اللي تموا بالسنوات الماضية، بجوز زادت المدة ل 40 ل 45 بجوز ل 50 سنة حتى بترجع سوريا لحد ما كانت بال 2010 بيحكوا تنمويا. هسه ما بنحكي مين بحكم، بشار الأسد، معارضة، داعش، هذا موضوع دشره بالآخر، هذا جزء من عبث النخب والدول يعني بآخر النهار. لكن الدولة، البنية التحتية، الصحة، التعليم، المياه، الشوارع، الحياة، يعني حياة الناس، حقوق الناس بالحياة، هذه بدها في قبل سنتين كانت تحكي عن 37 سنة. تقرير تنمية البشرية كان من التقارير الدولية أن سوريا تحتاج ل 37 سنة حتى ترجع زي ما كانت قبل أول طلقة أطلقت في سوريا. إذا بنحكي هيك عن سوريا، شو بنحكي عن اليمن اللي مثلا اللي هي كمان في حرب وقصف طيران وحروب واقتتال، وكل واحد بتشوف الصور حاط على كتافه هالاربيجي وهالبارودة وهالطيارات وهالدبابات، كل حركة دبابة بتقتل شغل تنمية أكثر، بتحرم الناس من حياتها الطبيعية اللي موجودة. فأنا الشاهد الموضوع، إحنا بالأردن مثلا الحمد لله ما عندنا دم وما عندنا قتال، لكن تخيل حالة الشد اللي ناتج عن الأزمات وقديش كان في، ما بدي أسميه توتر، هو حالة استعداد وتحفز أمني وتحفز عسكري، وقديش كان فيها الجهد المبذول. لو كانت الأمور غير هيك، المال، وهذا مال طبعا بالآخر أنفقته الدولة، لأنه أنت لما بتكون في حالة تحفز عسكري وتحفز أمني تنفق مال مش فقط جهد بتبذله، قديش هذه الأموال اللي احنا بذلناها كأردن قديش تأثرت فيها مديونيتنا وتأثر فيها العجز بالموازنة، لأنه دفعنا أموال صحيحة مساعدات من أصدقاء ومن دول مختلفة، لكن بآخر النهار اللي ينفق أكثر بكثير من اللي بيجي في هذه المسائل. فتخيل قديش العالم هذا المصانع اللي صدرت للمنطقة إن للشرق الأوسط والخليج 30% من واردات السلاح بالعالم، المصاري راحت، لكن بنفس الوقت هذه المصاري قتلت حياة وقتلت. ذلك لما بتحكي عن اللي بصير، ما بنحكي عنه مرات، بصير جزء من المشهد، جزء بسيط منه، بنقول والله ذاك اللي بصنعوا التنظيمات الإرهابية هاي، اللي بصنع داعش وبصنع النصرة وبصنع قبلها القاعدة وبمولها، وبتلاقي داعش بتطلع لك هالأفلام، شفتوا فيلم إعدام الشهيد معاذ الكساسبة؟ والله بهلود ما بنعمل زي هيك، يعني مدينة إعلام انشغلته، مصاري بتنفق، واللي بقطع راس فلان واللي حامل سكينته بيعمل لك مشهد كأنه ممثل عالمي. هذا المال اللي ينفق، هذا التسليح، السيارات، الأسلحة اللي بتهزم جيوش، مين اللي سلح؟ هذا كل واحد بغض النظر مين دفع بالتسليح، لكن آخر النهار كل طلقة أطلقت يا مات فيها شخص، يا تشرد فيها شخص، يا جرح شخص، والمجتمع نفسه اللي كان فيه قديش تدمر. قديش بنحكي عن زي ما قلت اليمن، ليبيا اليوم مثلا، ليبيا قديش كانوا يشكوا من الحكم السابق القذافي، لكن اليوم ليبيا دخلت في مرحلة كل مجموعة عندها ميليشيا، كل مجموعة عندها سلاح، طبعا بيكون في حدا معني انه يشتئ يبيع هالأسلحة وينشئ المجموعات، وحد حجم الأسلحة اللي في ليبيا بجوز لو تنفق على التعليم، تنفق على الصحة، تنفق على
على أي شيء اقتصادي للناس، لكن كل واحد اللي بتأخذ ملف الميليشيات في ليبيا بتلاقي لك فيه أعداد بالعشرات من الميليشيات، اللي بالآخر كل ميليشيا فيها رواتب وفيها تسليح وفيها تدريب. هذا الكم من إدخال المنطقة في كأنها تدخلها كأنها مجموعة عصابات وفوضى وتوتر وتأزيم أمني وتأزيم عسكري وتشريد. تخيل الشعب السوري 11 مليون سوري تشردوا من بلدهم خلال هذه الأزمة. العراق تخيل من بس ما بدك عن اللي قبل، من 2003 احتلال العراق لليوم قديش انصرف فيها سلاح. اليوم الجيش العراقي بقاتل داعش بس بالموصل اللي تسلمت تسليم بال 2014 قديش، لو بنتابع بالأخبار الطيران الشرطة القوات الخاصة الحشد الشعبي قديش في تسليح بروح وقديش في مال كل يوم. بنفس الوقت دول بتشكي من بنى تحتية متهالكة ضعيفة، بتشكو من فساد، بتشكو من وضع معيشي متردي. يعني مع ذلك ما ينفق على التسليح. اللي بيخطط في العالم انه يدخل هالمنطقة بهاي الدوامة ويخلي هم الناس سلاح وميليشيات وأنظمة بتقاتل وميليشيات وإرهاب، هذا العقل اللي أدخل هذه المنطقة. بجوز احنا شركاء كمان كعرب بالجهل بقلة الوعي بأي شيء تاني، لكن زي ما بنقول دائما لازم نطلع مرات للمشاهد بالبعد مش 3D ولا 4D حتى في إذا في يعني 10D دايمنشن، نطلع على مشهدنا اللي بنشوفه بنشوف قديش اليوم لو وقفنا حروب بدنا بجوز على الأقل 60-70 سنة حتى نرجع زي ما كنا في لحظة البداية. وتخيل شو هذا بيعني تأثيره على تراجع المنطقة، على التعليم، على الصحة. قبل يومين صدر تقرير عن منظمة دولية بيحكي عن الحالة النفسية لأطفال سوريا، وهذا أمر كمان مهم إنه قديش عندهم معاناة نفسية اللي بيكون في منطقة عايش وبشوف تدمير وبشوف ناس بتقتل وبصحى الصبح على صوت طيارات وأربيجي وميليشيات، واللي بيقطع راس، واللي مش عارف بيدمر بيت، واللي بده مشي على الإسلام، واللي مش عارف قصة العجيبة اللي بيشوف الإسلام طبعا مش الحقيقي الإسلام اللي هم بيعملوا فيه. هذا الأمر لما طفل بيشوف هذا الموضوع، أنت اليوم بطفلك إذا بيجي منظر مرعب على التلفزيون بفيلم أو مسلسل بتسكر التلفزيون حتى ابنك ما يشوفه، ما بالك لما أطفال يتربوا في مخيمات لجوء أو يتربوا تحت القصف أو يتربوا تحت التنظيمات إرهابية، سلطة تنظيمات إرهابية، شو التنشئة، شو النفسية اللي الناس بدها تطلع منها بالآخر. ولما تشوف حروب بالمناسبة راح تشوف نشاط للمخدرات. من أكثر الكميات اللي بنسمع أخبارها بضبطها من حرس الحدود هي كميات تهريب مخدرات من سوريا للأردن، لأنه كل هذه أنواع التجارة اللي موجودة تنمو بالفوضى وتنمو في غياب الدول وتنمو في وجود العصابات اللي هي بنفس الوقت بجوز تكون تحكي عن دين لكنها بتاجر بالسلاح والمخدرات والنفط لغايات التمويل. مشهد كثير يعني عربي للناس اللي بيحكوا عن تقدم وعن تنمية وعن ديمقراطية وعن حياة كريمة في المنطقة. بجوز لما بنحكي، وأنا بجوز أخذت المدخل بتقرير البريطاني بموضوع الأسلحة، لكن لما نشوف مستقبل المنطقة على ضوء بانتهاء هذه المعارك والحروب بنحكي عن شيء مرعب الحقيقة. بجوز بده شغل من إطار آخر بشكل كبير. مرة ثانية الدول اللي موجود اليوم هي موجودة هي اللي بتستفيد، يعني هاي طلع بنحكي عن الولايات المتحدة وروسيا اليوم هي موجود في سوريا هي بتصدر 23% من السلاح. أمريكا اللي موجودة بكل شيء بتصدر 33%. الصين الصامتة بالأزمة السورية وإن كانت منحازة زي ما بقولوا مش للنظام بقولوا منحازين داعمين للجيش السوري بتصدر 6.2%، وفرنسا بتصدر 6% من السلاح. معنى أنه الدول هذه مصانعها واقتصادها قائم على هذه الحروب وعلى هذه الأزمات. تخيل لو احنا عاقلين وساكتين وعايشين وبنعمل تنمية وبحث علمي وجامعات ومستشفيات وبنعلم أجيالنا، طبعا كل هذا مش حد راح يشتغل. لكن اليوم لما كل واحد حتى الدول الهادية الناس صارت بعضها تقول خلينا اشتري قطعة سلاح وخليها عندي في الدار ما بعرف شو بصير في الدنيا. حتى السوق بنشط بالسلاح الفردي في كثير من الدول فضلا عن ما يجري بين تنظيمات وبين عصابات وبين دول والى اخره من هذا المنظوم. انا بس الشاهد بثانيه واحده اقول علينا ان ننظر للمشهد ليس في بعده السياسي فقط وليس في بعد العصابات، انما ما هو مستقبل هذه المنطقه ومستقبل المنطقه العربيه تحديدا في على ضوء كل ما يجري فيها من موت ودمار وقتل والضجيج الأسلحة اللي تشتغل عليه مصانع الأسلحة وتجارها. إحنا شو راح تكون أجيالنا بالمستقبل على ضوء كل اللي بيجري اليوم؟ اسمحوا لي بس أتوقف الفاصل قصير ونرجع إحنا وحضراتكم إن شاء الله بستكمل حديثنا بعد الفاصل.
أهلا بكم مرة أخرى لاستكمال حديثنا في مواضيع هذه الحلقة. وكنت أحكي بالجزء الأول عن موضوع واحد اللي هو موضوع مبيعات الأسلحة وحصتنا إحنا بالمنطقة الشرق الأوسط والخليج اللي هي 30% من صناعات واردات الأسلحة اللي بالنسبة لدول المصنعة هي صادرات يعني بآخر النهار، وهي بأرقام فلكية لأنه إحنا مش خبراء بنعرفش، لكن أكيد ثمن الطائرات الدبابات العتاد كل هذه أثمان باهظة جدا، لأنه خبرتنا بس بدلنا على هاي الأشياء البسيطة، لكن بعلم العسكرية بالتأكيد في أسلحة أكثر قيمة وأكثر كلفة على الدول، واللي هي جزء منها طبعا اللي بتم استعمالها وبتتجرب في منطقتنا العربية من خلال ما نعيش من أزمات. لفت انتباهي قبل يومين أيضا موضوع يعني كمان بخصوص حديث عن نسب منسوب لدكتور أحمد يوسف. أحمد يوسف واحد من وجوه حركة حماس في غزة، وكان زمان عايش في الولايات المتحدة وكان عنده مركز دراسات، شخص بعتبره بعض الناس لما بوصفوه أحد منظري حركة حماس في البدايات الموجودين بداخل فلسطين، وهو كان طبعا عايش فترة طويلة برا، ومن الناس اللي بيصنعوا بيفكروا بحركة حماس من اللي بيقرأوا بيكتبوا فيها بشكل كبير. كان في حديث عن طبعا حديث أولي حتى نكون احنا موضوعيين، احنا ما بدنا ننساق وراء الأشياء، لكن انه هنالك مقترحات وشدد على كلمة مقترحات لتعديل برنامج حماس. وهذه طبعا برنامج حماس تعرفوا لما انشأت هي كان ميثاقها او من اول مبادئ انه حماس هي جزء من حركة الإخوان المسلمين، وميثاقها كان على ان حركة مقاومة وحركة تقاوم الاحتلال الإسرائيلي وغايتها تحرير فلسطين من البحر الى النهر. هذا الميثاق اللي اعلن في نهاية الثمانينات بعد الانتفاضة وبعد ظهور حماس وبداية التسعينات واللي مشى. طبعا حماس وأنا يعني بنحكي عنها سياسيا بغض النظر عن أي شيء آخر، حماس كان عندها موقف سلبي جدا من اتفاق أوسلو، هذا حقها ومنسجم مع مواقفها. كان عندها أيضا تعتبر أنه وجود السلطة الفلسطينية هو هذا بنص التسعينات 95 وبعد 93 أنه وجود السلطة الفلسطينية هو إفراز لعملية أوسلو لاتفاق أوسلو، وكانت تعتقد أنه الانغماس أو المشاركة في السلطة الفلسطينية هو نوع من يعني الاتفاق أو القبول العملي باتفاق أوسلو. طبعا هذا الموقف ضل، وكنا نسمع حتى فتاوى بتحريم المشاركة بانتخابات السلطة الفلسطينية. بعد ذلك التحولات في حماس صارت أنه هي يعني انتقلت من هذا الموقف إلى موقف أنها قبلت بالمشاركة بالسلطة الفلسطينية، وهذا أمر مختلف بجزء الموقف السابق كان ما بعرف هو كان موقف سياسي ولا موقف ديني، لأنه لما بتقول فتوى بالتحريم معناته موقف ديني، والموقف الديني غالبا في ثبات يعني الموقف السياسي ببر الحركة. لكن حماس خرجت عن هذا الموقف أو انتقلت منه إلى موقف أنها تشارك بالسلطة الفلسطينية، وشاركت بالانتخابات وأحرزت أغلبية في حينه، وبعد ذلك حدث ما حدث بينها وبين السلطة والأمر، ثم حدث الانقلاب اللي أو سموه الفتحوي الانقلاب في غزة، وسيطرت حماس على غزة وأخرجت فتح من غزة، وصارت الضفة الغربية لفتح وللسلطة، وحماس هي تحكم غزة، وانقسمت السلطة إلى قسمين. فهي جزء من اليوم حماس هي وجودها بالسلطة جزء من إفرازات أوسلو، لأن هي قبلت أن تكون رئيس الوزراء منها رئيس وزراء السلطة في حينه. نذكر اتفاقات مكة، حتى باتفاق مكة اللي وقع للمصالحة، طبعا كل المصالحات ما زبطت بين الطرفين وللأسف، يعني لأنه لما بتيجي هاي التنظيمات بتدعو العرب للوحدة، بيجي واحد يقول لك يا عمي احنا بدنا نتوحد معكم بس على الاقل انتم الفصائل والتنظيمات اللي ليش منقسمين؟ ما دام العدو واحد والهدف واحد، ليش كل واحد عامل لحاله دوله قاعد فيها؟ فحتى حماس كانت عندها نوع من المرونه العاليه في اتفاق مكه مثلا، نتذكر اللي كان بين حماس وفتح، قبلت فيه انه منظمه التحرير ان تقوم منظمه بالتفاوض، تفاوض إسرائيل طبعا، لكن حماس بقيت محتفظة بموقفها أنها لا تقبل التفاوض مع إسرائيل ولا تعترف بإسرائيل، وهذا موقف لليوم يعني موجود. لكن هي كأنها قبلت أن المنظمة هي من تقوم بالتفاوض، ولما تيجي النتائج في النهاية تعرض على الشعب الفلسطيني باستفتاء، لكن هي يعني قبلت بهذا السياق، وأنه تكون هي رئيس وزراء السلطة منها اللي كان الأستاذ إسماعيل هنية في حينه اللي كان موجود، انه وما زال موجود، انه يكون هو رئيس وزراء السلطه الفلسطينيه اللي هي جايه نتيجه اتفاق اوسلو. فهذه التحولات ربما تفرضها وقائع سياسيه، لكن الشاهد في الموضوع انه اللي بحكيه المنسوب لاحمد يوسف دكتور احمد يوسف انه حماس
لديها مقترحات بالتعديل. يعني حماس بالفترة الماضية عندها انتخابات تمت داخلية لاختيار مكتب سياسي، وتم انتخاب شخص جديد لقيادة الحركة بغزة، هو يحيى كذا، يعني مش ذاكر الاسم الثاني، وهو من الأشخاص المحسوبين على كتائب القسام، هو اليوم بقود حركة حماس في غزة. وكان حديث على انتخاب بديل لخالد مشعل، خروج خالد مشعل من قيادة المكتب السياسي وانتخاب شخص آخر. بيحكوا عن يعني فرصة كبيرة جدا لإسماعيل هنية، لكن بننتظر النتائج حتى تخرج بالنهاية، لأنه حتى حماس عنده معادلات في الانتخاب ما بين الداخل والخارج، تأثير كبير لكتاب القسام اللي تنتخب هي بتأثر في من يكون يقود الحركة، في معادلات داخل الحركة. أنا بشاهد بالموضوع، لفت انتباهي من التعديلات المقترحة أنه حماس من التعديلات الموافقة على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس دون الاعتراف بإسرائيل. وهذه مسألة بتذكرني في مبادرة طرحها الدكتور موسى أبو مرزوق بالمناسبة في 95 أو شيء زي هيك، وبتذكر أنه أنا من الناس اللي عملت معه الحوار في حين وكان بعمان موجود، وطرح هاي المبادرة أنه موافقة على إقامة دولة فلسطينية في حدود 67. طبعا لما توافق على 67 تقول أنا ما بدي أعترف بإسرائيل، لكن بتوافق على الدولة أن تكون في حدود 67. هاي بذكرني في قرار المنظمة التحرير في المؤتمر الوطني بال 88 لما أعلنوا قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من على حدود 67، لكن قالوا ما بنعترف، هذا لا يعني الاعتراف بإسرائيل. لكن لما مشينا بعد هيك شوي دخلنا بسنة 90 في مدريد و 91 في مدريد، وبعدين وصلنا لأوسلو. يعني بمعنى البعض فسرها في حينه أنه هذه خطوة من حماس للذهاب نحو القبول بالحل، بحل الدولتين. هذا الأمر، وهذا أمر لما بتحكي عن، وهذا من الاقتراحات الموجودة، تبني حل الدولتين، أنه يكون في تبني حل الدولتين، يعني تبني وجود الاعتراف بين قوسين بحق إسرائيل بالوجود في مناطق 48. وهذا تحول إذا تم إقراره، ما بتوقع أنا إقراره بهذه الصيغة، لكن أنه الموافقة على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، بمعنى أنه القبول بالحل الذي تطرحه العرب والقبول بالحل الذي قبلت فيه منظمة التحرير. لكن انك داخلك بتقول انا ما بعترف باسرائيل ب 48، بضل موقف اقرب للضمير يعني منه للموقف السياسي اللي بتولور على الارض. فلكن على الاقل بيكون خطوه تفهم بالتحليل انها خطوه للامام. لكن زي ما قلت هذا موقف معلن من نص التسعينات، لكنه راح لانه بعديها دكتور موسى ابو مرزوق تم اعتقاله في الولايات المتحده، وتم انتخاب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي مكانه. وإلى حين حتى لما جلالة الملك حسين الله يرحمه تدخل لدى الإدارة الأمريكية وأفرجوا عن موسى أبو مرزوق وجابوا لعمان، هنا هو الذي نقله بطائرة إلى عمان وهو وأسرته وأكرمه وأقام في الأردن، في حينه لم يعد موسى أبو مرزوق للمكتب السياسي، هو لحد هذه اللحظة لحد الانتخابات الأخيرة اللي بتجري هو نائب الرئيس. لكن في حينه طرح هذا الطرح، وحتى الشيخ أحمد ياسين كان يتحدث بلغة حمالة أوجه في هذا الموضوع، رحم الله يعني الله يرحمه على كل حال. لكن سياسيا ما كان هذا، ما بنى عليه موقف عملي على الأرض، بقيت حماس تتحدث عن عدم الاعتراف بإسرائيل. الملفت أيضا في التعديلات المقترحة فك الارتباط مع الإخوان المسلمين، وهذا أمر مهم، يعني لأنه إذا كان شكل عملي، لأنه تاريخيا حماس هي إخوان مسلمين، وزي ما كانت تقدم حالها في الميثاق، ميثاق حماس الأولي كانوا يقولوا حماس هي الجناح العسكري للإخوان المسلمين، هذا التعريف الأول بالنسبة قبل ما يطلع كتائب القسام اللي هي الجناح العسكري لحماس، لكن بالأول هيك. وحماس هي اللي استفادت وكانت تدعم من التنظيم الدولي وتنظيمات الأقطار بشكل كبير، هي إخوان المسلمين. فإذا أعلن، إذا تبنوا هذا الاقتراح بفك الارتباط، بجوز هذا له علاقة بالتوتر الموجود اليوم أو العلاقة الرديئة بين الدولة المصرية والإخوان المسلمين، وأنه حماس ربما تريد أن يعني مصلحتها أن تحافظ على علاقة مع مصر بحكم الجوار بين غزة وبين مصر، وبالتالي ربما بقائها بقاء العلاقة مع الإخوان بجوز هذا يلحق الضرر، أو ما بيفتح الباب لعلاقة قوية مع مصر أو لعلاقة مصلحية مستقرة بهذا الموضوع. زي ما قلت هاي مجموعة مقترحات، لكن إن تمت وهذا أمر يفترض أن ينتهي مع انتهاء فترة بسيطة، بقول نهاية أذار تنتهي الانتخابات وتم، إذا أعلنت هذه المواضيع فبجوز بعدها يكون لنا وقفة فيها إن شاء الله. لكن واحدة من الأشياء الملفتة اللي ممكن تعتبر بداية تحولات سياسية، لكن مرة ثانية بدي أقول هذه مقترحات وما بدنا نتعامل معها بأكثر من حجمها الطبيعي إلى حين أن تخرج إلى
إلى العلن. لكن حماس اليوم أقرب صديقين لحماس بالمنطقة لقطر اللي هي تحتفظ بعلاقات طيبة مع إسرائيل، وتركيا اللي تحتفظ بتحالف طيب مع إسرائيل. فكمان هذه المسألة بجوز الدول بتحاول كمان تمارس أدوار وتمارس تأثير، لكن خلينا ننتظر بدون أن يعني نذهب بالتحليل إلى أبعد من الواقع الموجود. من حماس من خارج فلسطين من خارج الأردن بدي أروح لمسألة ربما كنا نشوف في الفترة الماضية تصريح لنائب في البرلمان دكتور الأستاذ صالح العرموطي أنه هدد في جلسة سابقة بأنه الأسبوع الماضي يعني أنه أو هذا الأسبوع أنه سينسحب أنه سيستقيل من المجلس إذا بقي يتعامل معه رئيس المجلس بالطريقة اللي يتعامل معه. أنا مش معني بالتفاصيل بالعلاقات الداخلية بالمجلس، لكن موضوع الاستقالة بجوز بالمجالس السابقة كان في ناس يهدد بالاستقالة ويعلنها للإعلام وما يقدمها للمجلس. لكن أنا الشاهد أنه النائب بجوز موضوع استقالته هو الاستقالة حالة كبيرة، موقف كبير يجب أن لا يستخدم تهديد فيه أو الحديث عنه إلا في قضية يعني قد حالة. يعني أنا ذكر الإخوان المسلمين بال 94 لما إجت معاهدة السلام على مجلس النواب ما استقالوا رغم أنه كانت المعاهدة يعني وبقوا لكنهم صوتوا ضد المعاهدة. لكن النواب الأفراد أحيانا بيأخذوا هذا الموقف. الاستقالة حالة كبيرة لأنه أنت ممثل للناس، وأنت اللي رحت على الناس وقلت لهم أنا ما بحكي عن أستاذ صالح، بحكي بشكل عام طبعا، رحت على الناس وقلت لهم أنا بدي أترشح وسعيت لأصواتهم صدفة. في أمانة، في دور، في مسؤولية. مش من السهل على النائب على أي قضية أنه يهدد أو يحكي عن استقالة إعلامية، لأنه الاستقالة موقف كبير أنه أنت تنسحب من العمل السياسي. لكن مرات بتحس من بعض النواب لما بتشوفهم أنهم وصلوا لحالة الملل أحيانا، بجوز كانوا يتوقعوا لما بيشوفوا اليوم النقد الشعبي، بيشوفوا العمل البرلماني صعب، المطالب الناس صعب تحقيقها بسهولة، الحكومة الوظائف المغلقة، كل هذا اللي بنشوفه اليوم، الأسعار اللي بتضغط على النواب أكثر ما بتضغط على الحكومة، قصة صعبة. بجوز بيشعروا أحيانا بتعبوا، بيشعروا بالإحباط من اللي بيصير. فذلك بيقول لك يا عمي مساك الله وإحنا خالصين من هالأربع سنين وراجعين. بجوز بعضهم بيرجع بترشح طبعا، لكن في عبء كبير. ما بدنا نتمنى انه الاحباط اللي بصيب البعض او الزهق او عدم القدره، الشعور بعدم القدره على تلبيه حاجات الناس بشكل كما يجب، انه كمان يكون ضمن التعبيرات عنه ضمن الهاي، لانه باخر النهار الموجود في المجلس انت تمثل الناس، واللي بيمثل الناس بده كمان يكون مدرك قبل ما يترشح، يكون عارف ما هو الواقع البرلماني، شو العقبات في العمل البرلماني، كيف تتعامل الحكومات، بده يكون عنده صوره كامله، مش انه لما بدخل المجلس بتفاجئ بالوضع اللي موجود. أكيد لازم كل واحد يكون عمل سياسي لا يفاجأ بما هو موجود. نتمنى دائما لمجلسنا زي ما بقول دائما قوة مجلس النواب قوة للمؤسسة البرلمانية وقوة للدولة الأردنية. فنتمنى دائما نوابنا يكونوا بأداء قوي، حضور قوي إن شاء الله، وإنه نتمنى الفترة القادمة. لكن غياب الكتل المنظمة، غياب العمل الجماعي ربما أحيانا يخلي العمل الفردي صعب على الجميع. بدي أشكركم مرة أخرى على المتابعة وعلى وقتكم، نتمنى نكون مرينا على قضايا مفيدة للجميع، وشكرا مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.